يا هنديك هي دعاك بيدنا بدل دعاء الأخوة ولك ياك أبي بدل أجا لي أبي بزماني شبق الرقصب كي أبي أخو جل خوبي هجنبي وأبي دس برس كي تونك أوادس يشل قرتوا كأنه هج إشي بأخواني سبحانه وتعالى. ابن عباس فالمئة المسألة أن ترفع يديك حذوى من كبيك أو نحوهما داوا كردن أو يهدو دس دبل آسي شان بيت أجر هات أخواني شوا آسي السن وكو في غمرة في المسألة أصلا كان حيال صدره أو دعاكي ما كي دعاي وكدعاء جاكيت يدعو رافعا قبل وجهه أو دستي كدعاء كدستي برزك دو دم الشاوي ريك بربا بريد ناو لبي دستي بو. أما شويشة نوكو أنزفر مي استسقى في غمر صلى الله عليه وسلم دعاين وجباراني كلا سمين برو رجي جمعو هذا دستي آوى ذكرت روايتي كما فرمي أولا بردمي بك دعاك روايتي دوما فرمي مد يديه أولا ديار دو جاربو جارق واو جارق واو كواتا أولا حافظ ابن حجر عسقلانية فرمي أقر إذا كان لرفع بلاء أقر بو دفع بلابو أتواني أولا دعاكي أقر بو هناني نعمة وانبو أتواني والله أخوة أما بارانج بو باران نعمة دنيا كواتا هردو شيدا قنجي والله أعلم. وسامع فلم يخوي الرازي بلا خزمة في غمر بين العرفات عليه الصلاة والسلام عرفات هم معلوم جناب ثانا دعاية فلم بسوار يستكي ورا دعاية كرت يستكي هذا زولا رش ما خي قرت ويتوزع آرام به بلام أمد سهر دانا كتوزع آرام بده سيلي بدان جهر دعاية كده كات أتواني لكاتي ناس ويش بيجد سايخي كي بيجد دعاوي وهروها في غمر صلى الله عليه وسلم سعد كريا بالوقاص فرمو بني أوى دعاية كرت يا ربي إخوان الرحمن بيبكي بإصبعين دو بانجا فمي أحد باليمين ياك بانجا ياك بانجا دسي راس سعد بيك بانجا دعاء أكرت نعبي بدو بانجا. بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسلم رقا فرمي رفع إصبعه إلى السماء آوى بانجا برس كده فرمي بل الرفيق الأعلى. أبو هريرة الله من أقام بيبو جايش أنسواري بشتي وستكيبو كشو سر بشتي أو بنجيت برس كده ودعاء السفر يخوان اللهم أنت صاحب في السفر وتدوي ولا عرفات شاء ودعاء كرت لعثمان ودا بزنا سخلك وهروها إمام عمر رجع فرميت كصحابي أخوي الرازي بيا فرميت يا غمر صلى الله عليه وسلم لسه خطبة الجمعة بيني ما أوى بيك بنجد دعاء كرت نجأ ودعاء أو كاتيك الدعاء يك جربوا ببارن بارين بس أجينا هم الجمعة كان يا ودعاء كرت وهروها فرمي خفافي غفارية فرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم أم بنجي أوليا كل شاعت مانا لدعاء أو بنجي دعايا كان يدعو بها دعاي بيكرت وكان يرمي ببصره إليها وتما شايدك قريش ديانوت أم بنجي محمد ليسحرنا ما دي بسحر ما ليبك فرمي أنا الزاني هو التوحيد أم بنجي إشارة أبو توحيد هي أشد على الشيطان من الحديد في أنصان فرمي أولا بن بنجي دعاك إلا أولي تحيادة أخير نك بزوقي خد وياك كيل الشيطان من الدعاني تو. أفرمي أوق قرستر اللي بيعششاني آسن للشيطان أو نديب هنا راحت. أو بنجي ابن عباس أفرمي هو الإخلاص في الدعاء هو دل صوزي للدعاء. لرواية كأبي داود أفرمي الاستغفار أن تشير بإصبع واحدة. كاتي كبتاي بتوبة أخي. توبة أخي داود يخرج منك أتواني أوقك بلي خوات وببي. خوات وببيت. ابن سيرين فرمي إذا أثنيت على الله فأشرب أصبع واحدة هند زاي تيج أقول بيس استعيش شيء زوري خوابك هذا تعني بيك بنجد وعوك بلام هند الدعاء هي دز بس كنا ويتاني توشي تبيع جعل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ودز بس ناقيد كلام الله شيء تدر اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل وتقوى تأخو أو دز بس ناقيد لدعاء رجع الجمعة الشاوي لما فرمي ما دم خطيب ودعاءك تو بس دلي آمين هذا دز بس ناقيده صحابة بودا سيان بس كده وشكا في عصم هذا دسي بس كده بو وهر هم يان دعاين بباران كرت بلام إما خطيب بيك بنجا دعاي كتو بنيا بهر دو بنجا بس كده ياخد بهر دو دس بس كده وكو خطيب هند يجايش في غمر صلى الله عليه وسلم ابتهالي كده وكو ابن عباس فرمي الابتهال أن أو إيك هدو دس دريش كده وكو لغزاي بدرة أما دي دس دريش كده بو خواه سبحانه وتعالى أعواد دل دسي دعاي دريش كده حتى بوشتاكي لس الشامي كو تخوار هلا يشي ترى ويا كتو دعاء كده بس بدأ مشاوته بين إشكال علماء فرمي أدرس حديثك هي لو بواروة ضعيفة كما
کە مادەم لاوازە و زانایان دەفەرمیکاری پێ ناکرێ کەواتە باش نییە نەشیکەی ئاسایی ئینشاء الله تعالی ئەوە لە نوێژە هەر دروست نییە بۆ خەیری نوێژن دی علەما ئەفرمێ مادەم حەدیسکە زەعیفە و کەسی حەزی لە حەدیسی زەعیفیشی پێکا کە جایزیش نییە ئەفرمی و خۆی بە پرسیارەتی خۆی